ايه النوع الثاني من البكاء انا ليه بقول لكم الكلام ده عشان وحضرتك كده قاعده لقيتي الطفل بيعيط زي كده الصوره الطفل الجميل ده اللي بيعيط ده تمام بمجرد انك تركزي في الصوت هتبقي عارفه هو عايز ايه فهتعملي له اللي هو عايزه وده ما يعرف زي ما قلت لكم قبل كده التناغم مع الطفل ده مش بس كده ده انت كمان بقى بشطاره كبيره جدا منك هتخليه بعد كده في مواقف المفروض انه كان هيهم بالعياط تلاقيه انت رحتي لحق الموضوع الحاجات دي يا جماعة الأطفال بتقدرها جداً وبتشيلها لكم جداً جداً وبتحس فعلاً إن الأم دي مركز الأمان فعلاً لأن أنت فاهماه وفاهمة احتياجاته وفاهمة متطلباته